يجب في البداية التنويه والإشادة بالمظاهرات الكبيرة العارمة في الأردن هذه الأيام المتواصلة على مدى أكثر من أسبوع، مطالبة بمطالب عادلة، وهي أضعف الإيمان، أقل ما يجب عليهم وعلى غيرهم من المسلمين، وهو قطع خطوط الإمداد، إمداد العدو التي تأتي عبر الصحراء من الإمارات وأراضي السعودية عبر الأردن وتدخل للصهاينة. المسلمون وإخوانكم وأهل غزة والعزل المدنيون يموتون جوعاً، محاصرون، وطرق الإمداد مؤمنة للعدو الفاجر الظالم المعتدي. فأقل ما يجب على الناس، وهذه المظاهرات في الأردن نشد على أيديها ونطلب المزيد منها، وأن تستمر وتتوسع وتكبر في المدن الأردنية كلها، وأن يكون هذا القرار في مطالبها، تكون هذه قرارات، أن تكون هذه القرارات لا رجعة فيها، القرارات بالمطالبة بقطع الإمداد ووقف التطبيع مع العدو بجميع أشكاله، يجب أن تكون مطالب وقرارات لا رجعة فيها. الموت دونها، من مات محتسبا صادقا في مطالبه هذه نصرة لإخوانه وقطعا لإمداد عدوه، فهو في سبيل الله، فهو إن شاء الله شهيد في سبيل الله. يجب أن لا يترددوا، يجب أن يستمر هذا ويكبر هذه المظاهرات وتتواصل وتنتقل إلى المدن كلها، إلى المدن الأردنية وإلى المدن الأخرى المجاورة في مصر وفي دول الخليج، وأن لا يسكتون أبدا، لأن هذا معصية، سكوتهم معصية وإثم وخذلان وخيانة لأمتهم وخيانة لقضيتهم. بل يجب أن تنتقل إلى عواصم العالم الإسلامي، عالم الإسلامي من أوله إلى آخره، من أقصى في الأطلس، على الأطلس، في الرباط ونواكشوط إلى كوالالمبور وجاكرتا، كل العواصم، وخاصة وبخاصة عواصم المدن الشرق الأوسط القريبة من بلد فلسطين، في تركيا وفي دول الخليج وفي دول الشرق الأوسط وفي ليبيا وفي تونس وفي السودان وفي العراق وفي اليمن. يجب هذه الشعوب كلها أن تخرج بقوة، وهو أقل ما يجب عليها، لأن هذا هو الذي يفضح المجرمين. لابد أن يخرجوا لفضح الإجرام، لفضح إجرام الأمريكان والصهاينة، جرائمهم المخزية اللا أخلاقية التي تستهدف وتبيد الأطفال والنساء والحوامل والزمنة والمعاقين والمستشفيات. وأخيرا، يعني بعد الفرق الطبية وبعد كل هذه المآسي، يستهدفون فرق الإغاثة.